بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي نبينا محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. اليوم بنستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا المميزة والمتميزة في برنامج جامب كرافت. لن تجدوا هذه الدروس في أي موقع آخر سواء عربي أو أجنبي. اليوم هو الدرس الرابع، عايزين نتعلم مع بعض إزاي نحرك الكائنات بإحترافية داخل الجامب كرافت. فمثلا هذا الشخص او الكاركتر الموجود بعد ما بيحصل على الكوينز عايز يخترق المية ديت ويعديها، فهيلاقي في حجارة متحركة هتتحرك يمين وشمال. ازاي بيتم تحركها؟ على اساس انه بيعمل جامب وبعدين يبدأ يكمل. طيب مفيش هنا سلم على اساس انه يوصل الى زر اكزيت، فهيلاقي نفس الطريقة في حجر متحرك، فازاي الحجر بيتحرك بحيث انه يطلع لاعلى ويكمل نفس الطريقة. تعالوا نستكمل هذا الجزء العملي. نود الإشارة إلى قناة طار النجار التعليمية اللي نتمنى الكل يشترك فيها لدعمها عن طريق السبسكرايب. نضغط على اشتراك، وبعد الاشتراك هيكون فيه رمز الجرس، نضغط على رمز الجرس حتى تصل لحضراتكم كل الإشعارات والفيديوهات الحديثة. إن شاء الله نعدكم بعشرات بل مئات المحاضرات المميزة في جميع المجالات بما فيها البرمجة سواء بأكواد أو بدون أكواد، تصميم مواقع، المونتاج، الجرافيكس وأحدث الإصدارات. ده بالنسبة للناس المهتمية بالكمبيوتر ككمبيوتر. أما الإخوة المتخصصين هنستكمل مع بعض شروحات برنامج الـ SPSS في إصداراته الحديثة، برنامج المنتاب و العشرات من البرامج الإحصائية المميزة. زي ما احنا شايفين في قناة النجار التعليمية سبق ان احنا شرحنا الدرس الاول لبرنامج جامب كرافت بروفيشنال، كان عبارة عن عملية وهو يستخدم في صناعة الالعاب بدون اكواد برمجية وبدون برمجة، عملية تحميله وتثبيته وشرح بسيط. ثم الدرس الثاني تطرقنا الى اربع نماذج للاستفادة من الافكار الموجودة فيها. ثم الدرس الثالث صممنا لعبة جميلة جدا وسهلة في اقل من 5 دقائق. محاضرة اليوم ازاي نحرك الكائنات، هتقوم بتشغيل البرنامج الموجود عند حضرتك، موجود اختصاره على سطح المكتب او من قائمة هوم. ثم هتقول له نيو جيم، ومن نيو جيم هنبدأ تستكمل الخطوات بحيث انك تستخدم الويزرد او المعالج، او انك تقول له كنسل فيعطيك المساحة على هذا النحو. عايزين نغير الخلفية من ايديت، هنختار ليفل باك جراوند، من ليفل باك جراوند نبدا نختار خلفيه مناسبه بدرجه شفافيه معينه، نبدا نختار اهوت لحد ما نصل الى شيء نرى انه معقول ومناسب، ونقدر نعمل له جريدينت بالنسبه لنا على هذا النحو ونقول له اوكي. ثم بعد ذلك تعالوا بينا نبني المسطح الخاص بينا، اهوت ادي المسطح الخاص بينا، ونحاول نخليه كده متساوي سواء بالحجارة اللي هي ديت. وممكن تكتب اسمك او تكتب اي حاجة جواه على هذا النحو، تمام. وممكن تستخدم هذه الحجارة انك تستكمل بقية الجزء غير المظلل. وبعدين عندي ادي مساحة اهيت، ادي مساحة، نبدأ بالطريقة دي كده اهيت، نستكملها مع حضراتكم كده كده كده. ثم نقوم بوضع الكائن، ادي الكائن وادي الكوينز العملة الموجودة، وادي البتونز اللي هي الحجارة اللي ممكن اهيت، ونحط كوينز مرة اخرى، بيكون عندي تصور ما. ثم بالنسبة للووتر نحرك لاسفل، ادي الووتر اهوت، ادي الووتر، ونبدأ اهوت نعمله بالطريقة ديت بحيث ان دي المساحة اللي لازم يعمل جامب عليها اهيت، تمام. نكملها بهذا الوضع، وبعدين نرسم حجارة، هي الحجارة ده في الوسط اهو اللي هتبدأ تتحرك تروح يمين وشمال بحيث انه يعمل جامب عليها ويعدي هذا المسار. وادي حجارة اخرى اول ما يجي هنا، ادي حجارة هي هنبدأ نحركها. ثم زر الخروج هنا هو للخروج، هنبدأ نستخدم سيلكت لتحديد الحجارة، وبعدين نضغط على ايديت من ناحية اليمين
ومن ايديت خلوا لي السبيد يا 8 يا 9 يا 10، وبعدين حددوا وانتوا فاتحين المسار كده هيبدأ يتحرك ازاي. انا ما قلتش اوكي، ما قلتش كانسل، لا باكمل الى ان انتهي من هذه الطريقه. يبقى اول ما يوصل هنا يعمل جامب ثم اقول له اوكي، هتبدأ تتحرك على هذا المنوال، وهو بعد ما بيتحرك بيعمل جامب عليها لحد ما يوصل يجي طالع عليها. نقوم بتحديد الثانيه دي اخرى اهوت، ونعمل لها ايديت، ومن ايديت نخلي السرعه 8، ونرسم الجامب الخاص بيها اهوت، بحيث ان حد انه يوصل للباب بالطريقه دي كده اهو، تمام. كان ممكن نعملها كده بالطريقه ديت، اوكي. كان ممكن اعمل تراجع، نعمل تراجع ونقول له كده اوكي، هتبدا هي يتحرك بالطريقه كده لحد ما نوصل فوق. تعالوا بينا لو احنا بنلعب نضغط على الاف 5 او ستارت او اي شيء واقول له بلاي، وابدا استخدم الاسهم، ابدا استخدم الاسهم، سهم الاعمى وسهم اليمين، وانتظر لحد ما الحجاره المتحركه تبدا تيجي اهوت كده، وقفت عليها صح. ابدا اتحرك لحد ما نوصل للاخر، اجي اعمل جامب كده، هنتظر تاني لما الحجاره التانيه تبدا تيجي بحيث ان انا اعمل قفزه عليها كده اهوت، واجي داخل، يبقى خلص الايه المستوى. دي كانت فكره تحريك اي كائن بيتم تحريكه بالطريقه البسيطه ديت، انك بتعمل سيلكت عليه وبتعمل ايديت وبتستكمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها. اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهاره السريعه. تقبلوا تحياتي، وانتظروني في العديد من المحاضرات المميزه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.